يا صباح الفل عليكم واهلا وسهلا وحلقه جديده من مطبخ الحياه. حلقه حلوه النهارده، حلقه تركي، اكلات تركي هتعجبكم جدا. تواصل معانا عن طريق الفيسبوك الحياه تي في، البوست بتاع الحلقه، او على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. كلموني اطلبوا اللي انتم عايزينه وعينيا ليكم. هبتدي اول حاجه هنعملها البايده التركي، اللي هي الفطاير الطويله بتاعه البايده دي، بتبقى موجوده في المطاعم التركيه، وبنروح هناك نتجنن عليها وطعمها حلو قوي. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وعلى السفره هتبدعي. اوكي، هقول اول حاجه العجينه بتاعتي. هعمل كيلو دقيق، نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، بيضتين، 3 معالق كبيره سكر، معلقه صغيره ملح، معلقتين كبار خميره فوريه، نص كوبايه لبن بودره، وميه دافيه اعجن بيها، والوش بستعمل سمسم وحبة البركة. اوكي، الدقيق بتاعي دقيق عادي اللي هو متعدد الاستخدامات عادي، الخميرة فورية، المية لازم تكون دافية علشان العجينة تطلع معايا حلوة. هل ممكن اغير السمنة اعملها زيت؟ ممكن تشيل السمنة خالص، مش محتاجة انك تخلي الزيت كوباية، بس السمنة بتدي العجينة طراوة، ما بتبقاش كانها مناقيش. يعني لو انا هشيل السمنه هتبقى عجينه مش طريه، هتبقى شبه المناقيش. السمنه بتدي العجينه طراوه جدا، بتبقى رائعه، ودي الوصفه الاساسيه. هاجي هعمل ايه؟ هبتدي اعجن العجينه بتاعتي. بسم الله، هحط المكونات الجافه كلها. كيلو الدقيق، كيلو الدقيق ده بيعمل لي 4 فطاير، بقسمه 4 بعد ما عجنه يعني، وبعمل 4 فطاير. لبن البودرة، السكر، الخميرة، هحط معلقة الملح، اوكي، وهحط الزيت والسمنة. البيضتين بضربهم، ما بحطهمش زي ما هم عشان اوزعهم صح. السمنة طرية، ما تبقاش جامدة، طرية علشان تتعجن معاهم صح. لسه ما حطيتش اي سوائل، اي مية ما حطيتش. بسم الله، ببتدي اعجن. هضرب البيضتين، واضيفهم للعجينه. ايه، لازم اجيبها كده عشان اعرف اشتغل انا بس. ايوه، علشان بس ايدي الطول. وابتدي الميه الدافيه ازودها. الميه هنا سخنت معايا، فانا هحط من السخنة على الباردة عشان تديني مية دافية أعجن بيها. طبعا أنا مش هستعمل المية دي كلها، هو شوية شوية. بسم الله، هي بتاخد كوباية وربع، كوباية ونص مية تقريبا يعني، بصراحة حسب نوع الدقيق. في دقيق أنواع بتاخد مية كتير. احنا بقى ايه، حطينا المية، نبتدي نشغل الخلاط يعجن بذمة. اهي بصوا، لسه ناشفة، عايزة مية تاني. ناخدها من فوق ناشفة، ده معناه انها عايزة مية. بسم الله، شوية واستنى علشان ما تعجنش منك، ما تلزقش منك. اهي ابتدت تلم. اول ما تلم العجينه معاكي وتاخد كل العجينه اللي في العجانه حته واحده، ده معناه ان خلاص وقفي ميه. اهي بصوا، اهي انا عايزه امسكها بايدي. ايوه، اهي زي الفل. ابتدت العجينة تلم خلاص، مش هحط تاني مية.
العجينه لازم تبقى مطاطه معاكي، طريه ومطاطه معاكي عشان تبقى العجينه مظبوطه. بصوا ابتدت تلم كل اللي على الجوانب ازاي؟ اهي اهي ابتدت تلم كلها كوره. بعد ما تلم كوره دلوقتي معايا 5 دقايق استمر في العجن، اوكي؟ طبعا انا مش هقعد 5 دقايق دلوقتي، انا بس وريتكم وبقول لكم ان احنا المفروض نستمر في العجن في الضرب كده 5 دقايق، او لو انت بتستعملي ايدك هتعملي 10 دقايق، امرك لله. اهي العجينه ما شاء الله زي الفل. بصوا اهي زي الفل، طبعا هي طريه وحلوه، بس برضو الاحسن ان انا عايزه اجيبها من فوق قبل ما اشيلها. بصوا العجانه كلها اتلم كل دي اللي فيها وبقت عامله زي الكوره، خلاص طريه وحلوه مطاطه اهي ما شاء الله. هجيبها واقطعها 3 أو 4 سوري، علشان ابتدي اخليها تخمر. العجينه اهي طبعا طبعا انا بعجنها 5 دقايق، انا ما عجنتهاش ال5 دقايق. هنشيل العجان حالا. هاجي العجينة بقسمها اهي 2، والاتنين دول هقسمهم 2، كل واحدة هتعمل لي فطيرة، هتعمل لي اهي خلاص بكورهم كل دايرة لوحدها اهي كده اهي. طبعا العجينة لازم تبقى انعم من كده، تاني لازم تتعجن 5 دقايق كمان، بس انا علشان وقت الحلقة والصوت بتاع العجن فايه اهي، وادي الاتنين التانيين وهسيبهم هغطيهم واسيبهم يخمروا لغاية لما لغاية لما ايه يعلو يعني، بس طبعا حطيها في حاجة اكبر علشان ما يخشوش في بعض. خلاص اهي ادي الاربعة بنغطيهم وبنعجنهم. هنيجي بقى اوكي خلاص هشيلهم. هاجي بقى اعمل اول حشوة، انا بفرد العجينة بعد ما تخمر مستطيل كده زي القارف. يا صباح صلاح، يا استاذ صلاح ازيك يا مدام؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب؟ انا بحب برنامج جو سعادتك. ربنا يخليك، تسلم يا رب. الو قطع، حاول تكلمنا تاني معلش. هاجي بقى اعمل الحشوه بتاعه اللحمه المفرومه. هنقول الاول المقدار، العجينه بتتفرد مستطيل اهي، احمد فردالي مستطيل عشان الوقت، عشان الحق اشتغل لكم كل الحشوات اللي انا عايزه اقولها واخلص حاجه النهارده. هبتدي باللحمه المفرومه. لحمه مفرومه شويه في كف الايد، يعني شويه لحمه مفرومه عندك هتعمل لك الفطيره زي الفل. بصلتين، حبتين فلفل اخضر رومي، فلفل حراق واحده او اتنين زي ما انت عايزه، مفرومين ناعم، الفلفل الرومي والفلفل الاخضر يبقوا مفرومين ناعم. حبتين طماطم مبشورين، معلقتين طحينه، عصير ليمون وبهارات. انا احمد هحتاج منك مصفى لو سمحت وعصير الليمون. بصوا الطماطم لو وهي مبشوره خليت فيها الميه دي هتقطع لي العجينه، هتلاقي العجينه اتقطعت وباظت بقى شكلها وحش معاكي. الطماطم لازم اصفيها كويس جدا، ولازم الطماطم عشان اللحمه تاخد لون، والا مش هتطلع حلوه، مش هتطلع لونها مزهر كده. فلازم انا ابشر الطماطم واصفيها تماما، والبصل نفس الكلام، بس البصل ما بقاش في ميته كده زي الطماطم. اهي المصفى اهي لقيتها، هاجي اهو هروح مصفيه الطماطم اهي، هخليها اهي اوكي.
يبقى كده احنا الطماطم بتاعتنا بشرناها اهي اهي، اوكي اهي اهي، الطماطم مبشورة ومتصفية. هاخدها، هاجي البصلة احتياطي لو فيها مية برضو، بصلتين احنا عاملين بصل ما فيهاش مية، ما فيش مية فيها، خلاص اوكي. ادي البصل، هنيجي عايزة عصير ليمون، هاجي اللحمة المفرومة، ادي اللحمة المفرومة، شوية لحمة مفرومة صغيرين عندك، لأن البصل والفلفل والكلام ده كله بيكترها، فهتلاقي إن دي هتزيد، يعني ممكن تعملي فطيرتين. ادي الفلفل الحراق مهم قوي، بيخلي طعمها جبار. البهارات، البهارات والطحينة، عشان كده انا بحط الليمون علشان الطحينة ما تبقاش مزة. ممكن تحطي نقطتين خل، وعجنها كويس. هحط لها لسه الملح والفلفل، انا حطيت بس البهارات، بهارات المشكلة، خلطة البهارات المشكلة. بصوا البهارات المشكلة في السوق غالية، اعملوا الخلطة بتاعتي اللي اديتها لكم قبل كده، لان هي حلوة قوي قوي، مش عشان بتاعتي والله، دي انا ورثها من على من امي وجدتي كمان، وفي الاخر ريحتها رهيبة، كل اصحابي وكل معارفي عايشين بيها. يعني ما انا ما بقطعش على ارزاق حد، بس فعلا ما بنشتريش بهارات من بره خالص مشكله. ملح يا هدى، وفلفل اسود يا هدى، قطع ماشي. ادي خلاص كده عملنا الحشوه بتاعتنا، هنيجي نحشي الفايده اللي هي الفطيرة. احنا عاملينها مستطيلة، اوكي؟ هحاول، استنى بقى اغير ده علشان ايه؟ لازم ايديا تبقى نظيفة وناشفة علشان العجينة ما تتقطعش منك، وعلشان تلزق. بمعنى ايه؟ انا عايزة اعملها زي القارب وامسكها من فوق، لو انا ايدي مبلولة او ايدي فيها حاجة العجينة عندي هتتبل، فمش هتلزق كويس. يعني هي تركات بسيطة بس عشان يطلع شكلها حلو في الاخر. اوكي استاذه فايزه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبه قلبي، انا بحبك قوي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. منوره الشاشه وما شاء الله عليك، الله اكبر، بنورك يا جميله، تسلمي. الله يبارك لك. حضرتك كنت عايزه اسال حضرتك بس على الفرق بين فاهيتا الفراخ وشاورما الفراخ. عينيا الاثنين، هقول لك. شكرا لحضرتك، حلو قوي. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. بص بقى، هاجي بايدي الشمال احط الحشوه اللي انا عملتها على الفطيره اهي. طبعا لو انا عايزه اوفر في العجينه ممكن قوي، او زي ما قلت اشيل الزيت، سوري اشيل السمنه واخليها زيت بس، هتبقى يعني مقرمشه شويه زياده، مش مشكله. يعني ما عنديش سمنه خلاص اعمل ايه؟ انا ممكن اعملها برضو واعملها بامكانياتي، يعني حاولي تعملي الحاجه بالامكانيات بتاعتك، لان الحشوه بتاعتها دي بسيطه جدا. وعلى فكره عايزه اقول لك، انت لو استعوضتي يا ملك عن اللحمه المفرومه بصويا هتبقى زي الفل. ايوه يا ملك، انا هتبقى بحبك قوي حبيبه قلبي، يا رب يخليكي، تسلمي لي يا رب. وبحبي من حبك، ميرسي يا روح قلبي. بتعمليها؟ عايزه طريقه البيتزا والكراسون. عينيا الاثنين، من عينيا الاثنين حبيبه قلبي. إيه كنا بنقول ايه؟ ممكن الحشوه دي عشان فيها فليفرز طعم كتير وطماطم وبهارات وكده، ممكن تعوضي اللحمه المفرومه بفول الصويا المجروش، هتطلع تحفه معاكي. بصوا انا دي، ادي النص اهو، نص الحشوه بكبشه لحمه، بكبشه لحمه عملنا واحده. هاجي بقى بايدي دي، احنا قلنا ايدي دي ناشفه، هاجي اتني كده معايا، ايوه اهي، وامسك هنا دي بدي، دي اهم حاجه اهي، يمسكوا في بعض واجيبها كده
لازم ايدي اليمين او الايدي اللي بشتغل بيها تبقى اهي، واجي هنا اهو امسكهم في بعض. اوكي خلاص، بعدين بصوابعي كده بغرز بسيط علشان تمسك، وبدهن الحرف ده باي حاجه عندي، زيت، سمنه، بيض، اي حاجه تديني لون، تديني لون علشان يلزق معايا السمسم. وهبقى اهو شايفين القارب شكله ايه؟ عايزه اقول لكم شكلها، ما هي تبقى زي القارب. لما بتستوي وبتتقدم تحفه. انا هنا اهو قدامي زيت، خلاص انا اديني بالزيت. كمان انت ممكن تعملي بيض، وممكن شويه القهوه السريعه، شويه ميه وتعمليها. بس لازم ناخد بالنا لما بنعمل القهوه السريعه دي ان هي تبقى العجينه رفيعه، لان هي بتخليها بسرعه تتحمر. فدي اهو بصوا، بحط عليها سمسم. اللحمه انا بحب عليها السمسم وحبه البركه. يا ام يوسف، يا صباح الفل يا دكتور. يا صباح الفل عليكي، ازيك عامله ايه؟ صباح الفل يا دكتوره والله حبيبه قلبي. ايه القمر ده النهارده؟ ايه القمر؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. انت حبيبتي وبغاليه عليا قوي حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليكي احلى احلى دكتوره في الدنيا حبيبه قلبي. عامله ايه دكتوره؟ الحمد لله يا حبيبتي، كلهم زي الفل. كل سنه وانتم طيبين، وانت طيبه. يا رب كده عيد اضحى عليكم مبارك يا رب. ميرسي يا روح قلبي، يا رب علينا وعلى مصرنا الحبيبه يا رب. اللهم امين يا رب، يصلح حال البلد يا رب. يا رب امين امين. عامله ايه وحشاني؟ كله تمام. واخبارك ايه؟ مبسوطه وطالما انت بخير وبتكلميني. والاستاذ يسري عامل ايه؟ تمام زي الفل. ياسر بيسلم عليكي بيقول لك هو زي الفل. كل سنه وانتم طيبه، بقى لي يوم مش عارفه اتواصل بيكم والله. حبيبه قلبي يا رب يخليكي، تسلمي يا رب. ميرسي يا ام يوسف، متشكرين جدا. ادي القارب الاولاني البايده باللحمه المفرومه، تحفه. هنيجي نعمل بقى حشوه السبانخ. قبل ما اقول لكم المقادير، هحط اللبن والدقيق ارفعه على النار وهقول لكم المقادير حالا. ده اللبن والدقيق اللي في الوصفه، اللبن بارد يعني مش سخن. هضرب فيه الدقيق اهو، ادي المضرب، يبقى اللبن والدقيق وارفعه على النار. ادوب اللبن في الدقيق اهو، ورشه ملح، نقطه فلفل كمان اهو. ده اللبن والدقيق اللي في المقادير اللي هقولها لكم دلوقتي، دي مقادير حشوه السبانخ. خلاص هنخلي دي على جنب. دي بتدخل فرن 150 يكون متحمي سخن بقاله ربع ساعة على الأقل. المقادير بتاعة حشوة السبانخ، فايدة السبانخ: كيس سبانخ فروزن بفكه أعصره كويس قوي، بصلاية كبيرة، ثلاث فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، نص كوباية جبنة فتة، كوباية لبن، ومعلقتين دقيق اللي أنا حطيتهم على النار، وجبنة موتزاريلا. خلاص آدي المقادير بتاعتي. احنا حطينا بصوا الدقيق واللبن اهم، ابتدوا يجمدوا. بفك عشان انا على ما قلت لكم ابتدى يكلكع، فلازم افك الكلكعه اهي. مضرب السلك افضل حاجه اهي، ادي فك معايا ادي، وخلاص ببعده عن النار واستمر اقلبه لغايه بصوا اتعمل لي صوص تخين سميك سميك. طبعا ما اقدرش استعمله هو سخن ابدا، لا حاجه فيها سوائل ولا حاجه سخنه احطها على العجينه بتاعتي. فاحنا عاملين واحد من الاول علشان ده سخن، لازم استنى على الاقل ربع ساعه تلت ساعه علشان اشتغل بيه، لازم يبرد اهو. هيبقى كده اهي. اوكي هجيب بقيه المقادير بتاعتي، المقادير بتاعتي اهي. هاجي احط السبانخ، بصوا السبانخ معصوره ازاي، لازم اعملها معصوره اهي. اوكي هحط لها البصلايه
الثوم، فلفل حراق، الجبنه، جبنه الفته اهي، واقلبهم. برضو الحشوه دي ما شاء الله هتلاقيها بركت معاكي، يعني الحشوتين دول يعملوا لي كيلو، فاهمني؟ يعني الكيلو الدقيق اللي عملناه، الحشوه بتاعه السبانخ وحشوه اللحمه كافيين ان هم يخلصوا لك العجينه بتاعته. كل واحده فيهم تعمل لي اتنين، واجي احط الصوص ده واظبط الملح. ممكن تزودي سماء، انا لسه الموتزاريلا ما حطيتهاش. ممكن تزودي ملح، تزودي سماء، تزودي نقطه زيت زيتون، بس نقطه صغيره قوي زيت زيتون. ممكن تحطي زعتر، الناس اللي بتحب الزعتر مع السبانخ. انا بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي ممكن ازودها على الملح وفلفل في الوصفه دي شويه جوز الطيب. لو بتسالوني كآية، هاجي احط شويه الموتزاريلا معاهم علشان تكون السبانخ بتمط، وعلشان تنشف اي سوائل فيها. ادي الحشوه بتاعتي، برضو الحشوه دي تعمل لي نص كيلو فطرتين. يا صباح الورد يا ورده. ازيك يا شيف؟ انا اهلا حبيبه قلبي. انا كنت عايز اسال عن طريقه البكرونه البشاميل. عينيا الاثنين، من عينيا يا حبيبتي. ادي هاجي ونص المقدار، يبقى انا لو عملت كيلو دقيق وعملت مقدار اللحمه والسبانخ دي، خلاص هم هيعملوا لي الاربع فطاير بتوع كيلو الدقيق. بفرد الحشوه بتاعتي، طبعا هي رشه الملح اللي انا حطيتها في اللبن، لان الجبنه فيها ملح والجبنه الفته فيها ملح، موتزاريلا خلاص بقى عشان ايه ما تبقاش هيصه الملح وتبقى الحاجه مشي في الاخر. ونحاول نقلل الملح بتاعنا قدر الامكان، يعني علشان ايه الموضوع ما بقاش مستحمل. يا بتول. الو بتول. الو. ايوه حبيبي. انا عاوزه طريقه الصدق. عينيا الاثنين، من عينيا. صدق الشرقي من عينيا حبيبتي. اهو هننضف ايدينا ونمسحها كويس عشان العجينه تلزق معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي اهو، بصوا العجينه لازم يبقى فيه سنتي على الاقل علشان تلزق في بعضها. ليه؟ بص يا ياسر، عشان العجينه تلزق في بعضها مش باينه. بص هعملها لك كده اهي، باينه اهي ده. دي البوزه بتاعتها، هروح لازقه دي في دي. لازم عجينه تلزق في عجينه، لو هي مش عجينه مش هتلزق، ولو سبتها كده بصوا فتحت. لا ده انا لازم الزقها وابتدي وانا ماسكاها اتني. اوكي اهو، وانا ماسكه دي ابتدي اتني علشان تظبط معايا. ادي اول واحده وادي التانيه من الناحيه التانيه اهي، واجي للاخر برضو العجينه على العجينه علشان تمسك اهو. خلاص هاجي برضو هسيبها مكانها اها. ادي الزيت، دي ممكن بقى ايه نرش عليها زعتر، نرش عليها سمسم، بس نرش عليها سمسم بس اهو اهي. وزي ما قلنا هتدخل فرن متحمي على 180 اهي. بس ممكن بقى اجي اعمل ايه، اروح علشان السمسم ده كله ما يروحش كده. السمسم اللي وقع كله لزق فيها. اوكي ممكن نوريهم بس الحكايه دي. ايوه بصوا هنا في سمسم اهو في الصينيه، في هنا سمسم في الصينيه، فانا علشان السمسم ده ما يتحرقش ويروح في الارض
ورقة الزبدة دي أروح رفعها ولزق السمسم تاني كل الوع ألزقه على الفطيرة بتاعتي، أوكي؟ أهي علشان حرام أنا أهو كده أهو كل السمسم لزق عليها أهي خلاص؟ وهدخلها الفرن. أنا دلوقتي هروح لفاصل وأرجع لكم بعد الفاصل نكمل الشغل بتاعنا، استنونا. رجعنا من جديد. قبل ما اكمل الوصفات نجاوب على سؤال او سؤالين، ايه الفرق بين فاهيتا الفراخ وشاورما الفراخ؟ اوكي، الشاورما الفراخ بقطع الفراخ واتبلها واشوحها على النار، احط لها بصل وطماطم صغيرين واعملها ساندوتشات، دي الشاورما. فاهيتا الفراخ بقى، فاهيتا الفراخ بتتبل وبتتقطع شرايح كبيره وشرايح معاها بصل وفلفل الوان كبار قد شريحه الفرخه، وبيتعملوا على طاسه سخنه يعني وبتتقدم جنبيها رز، الرز الاحمر بيتقدم جنبيها عيش تورتيلا انها ممكن تتاكل بالعيش او الرز، وبيتقدم جنبها دب اللي هو الساور كريم زي الزبادي التقيل اللي عليه نقطه ليمون، اوكي؟ يبقى الشاورما دي بتتعمل سندوتشات، البصل بتاعها صغير والطماطم صغير، يعني هي عباره عن فراخ مينلي، لكن الفاهيتا فراخ بالخضار والخضار كبيره وواضحه وكلها بتبقى باينه، يعني الفراخ قد يعني لو عملنا فرقناهم عن بعض هنلاقي الخضار قد الفراخ، لكن الشاورما فراخ متقطعه اصغر والخضار مش باين فيها صغير وبتتعمل سندوتشات. ده الفرق بين الفاهيتا والشاورما، وممكن نعمل لكم يوم حلقه الاثنين فيها مع بعض عشان الفرق بينهم. خلونا نعمل الحشوه اللي بعد كده. هنعمل خلينا نقول لا. بصوا هنعمل النهارده عصير تركي، عصير خفيف كده بيتقدم هناك جنب المعجنات، عباره عن نص كوبايه كركديه، لتر ميه، سكر، هو كركديه بالنعناع والليمون، نص كوبايه كركديه لتر ميه وسكر حسب الرغبه، 10 ورقات نعناع عصير ومبشور ليمون. هعمل ايه؟ هاجي هحط الحله بتاعتي وهحط الكركديه، كركديه ورق، وهحط ورق النعناع، بشر الليمون، مش هحط عصير الليمون هو بس اللي هخليه، وادي السكر، وهحط الميه السخنه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللتر في الميه، واخليه يغلي 7-8 دقايق بعد الغليان. خلاص احنا حطيناه من الاول علشان يلحق يغلي على ما نشتغل ويكون خلص. يا امل. انا؟ ايوه امل. ازيك عامله ايه؟ اهلا يا حبيبه قلبي، ازيك؟ الحمد لله كويسه، اخبارك ايه؟ كله تمام ما دام انت بخير. منوره الدنيا كلها. حبيبه قلبي بنورك يا جميله، ربنا يخليكي. انا بحبك قوي على فكره. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. عينيا ليكي يا قمر. انا كنت عايزه اعرف طريقه عمل عصير الصوبيا زي بتاع العصاره. اوكي، احنا عملناه في رمضان وهقوله لك تاني من عينيا الاثنين. انت ممكن تعملي حلقه كامله للعصاير وكده، انت عارفه الجو حر اليومين دول. خلاص اوكي يا ندى، حطيها معانا نعمل عصر حلقه للعصاير، نعمل لكم بقى كولكشن عصاير رهيب ان شاء الله. ايوه سكره حلو، لازم سكره يبقى كويس عشان ما يمررش معايا الليمون، وهسيبه يغلي، اوطي النار وهنشتغل في الحشوه بتاعت الفراخ. بيدل دجاج او الفراخ عباره عن بصلايه، فصين ثوم، طماطميتين مبشورين، معلقه زعتر، شويه فراخ عندي باقيه من قبلها بيوم مشويه مسلوقه بواقي فراخ، وشطه. خلاص تاني، بصلايه، فصين ثوم، طماطميتين مبشورين، معلقه زعتر، معلقه بابريكا، فرخة مشوية، مش فرخة مشوية يعني حتة فراخ مشوية أو مسلوقة عندي، شطة، أوكي؟ أي فراخ موجودة عندي من قبلها بيوم هتنفع. ورك فرخة، صدر فرخة، أقل من الورك كمان شغال. هقطعها وأحط عليها توم، وأدي البصل، هنصفي برضو الطماطم لأن ال الكلام ده على اي عجينه، مش يعني اي عجينه واي حشوه السوائل ما تبقاش موجوده فيها. عصير الطماطم بقى ده ما ممكن تجمعيه في الفريزر نعمل بيه شوربه او نعمل بيه عصير طماطم حلو. يا ام ميسون
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره ايه؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ وحشينا والله. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، تسلميلي. ربنا يخليكي منوره الدنيا. بنورك يا قمر. ماما بتسلم عليكي كتير كتير كتير، وبتقول لك اعملي لها كشك. عيني عملناه بس اعمله لك تاني من عينيا الاثنين. ربنا يخليكي. لسه عاملينه قريب الكشك. سلميلي عليها وبوسيها لي. ربنا يخليكي يا دكتوره، ربنا يخليكي يا رب. تسلميلي يا قمر، ربنا يخليكي من عينيا الاثنين. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، ميرسي. حطينا الشطه وادي البابريكا. البابريكا بتدي لون احمر حلو قوي للحشوه دي. وادي الزعتر، زعتر ورق بقى، يا ريت زعتر ورق هيفرق. وادي الطماطم. بظبط بقى الملح بتاع الحشوه دي، هحط فلفل اسود. الزعتر والبابريكا كافيين انهم يدوا الفراخ طعم حلو. ملح، وادي الفلفل اهو. ادي الربع الثالث من العجينه بتاعتنا. احنا قلنا العجينه قسمناها اربعه، سيبناها تخمر فردناها مستطيلات. على فكره ايه العجينه اللي طلعت؟ اللحمه والسبانخ اهم، لو عايز تجيبهم في الكاميرا اهم. اجيبهم لك؟ اقربهم لك؟ ماشي اوكي. اهو ادي اللحمه والسبانخ، دول النوعين اللي عملناهم قبل الفاصل. اهو الولاد الصغيرين ما بيحبوش السبانخ، فدي فرصه نخليهم ياكلوا السبانخ. وحتى الكبار يعني، في ناس كتير ما بتاكلش سبانخ، فدي طريقه حلوه قوي، طعم السبانخ حلو قوي قوي فيها. هنيجي نعمل اللي هي بتاعه الفراخ اهي، وزي ما قلنا بنسيب سنتي تقريبا اللي انا هتنيه على العجينه علشان تبقى شكلها مظبوط. يعني مفيش اسهل من كده، هي سهله. لو انت عندك عزومه معامله معجنات ممكن اقول لك تعملي ايه. انت ممكن تعملي العجينه من قبلها بيوم وتحطيها في الثلاجه، يعني ما تخليهاش تخمر. نعمل عجينة، نعجنها نحطها في التلاجة، ونجهز الحشوات نحطها في التلاجة، وتاني يوم أطلع العجينة أخليها، أخلي العجينة تخمر وأحشيها وأحطها في الفرن عشان تبقى فرش. وممكن تعمليها من قبلها بيوم وتسخنيها، يعني الأمر يرجع لك. أنا عايزة بس أمسح إيدي علشان اعرف، عشان تلزق معايا ضروري ان ايديكي تبقى ناشفه ونظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي زي ما عملنا الثانيه، وبنتني العجينه اهو اهي، بتطلع فظيعه بجد يعني رائعه. العجينة عشان مرتاحة ما بترجعش بقى ترجع تاني، او شايفين منظرها تحفة. الزيت اخر واحدة بقى عندي، اي جبن عندي في التلاجة هعمل خلطة منها واروح حطها عليها، وهقول لكم هنعمل لها ايه شكل حلو في الاخر. دي هحط لها حبة بركة، وبرده زي ما قلنا هنيجي حبة البركة اللي وقعت دي كلها ألزقها عليها علشان لا العصير لسه بياخد 8 دقايق أو 10 دقايق أهو. بصوا كله يلزق فيها. يا محمد، أم محمد، يا أم محمد. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي منورة الشاشة كلها. بنورك يا قمر، بنورك يا جميل. أنا ربنا يعني بحبك، أنا أول مرة أتكلم في التليفون. يا حبيبتي ربنا يخليكي يعني ليا. بحبك جدا. حبيبة قلبي يا رب يخليكي ليا يا رب. حبيبتي أنا كنت عايزة أعرف طريقة الكبدة الإسكندراني. من عينيا الاثنين. هقولها لك. حبيبتي وعيالي كلهم هنا بيحبوكي جدا. حبيبة قلبي سلمي لي عليهم جدا جدا حبيبتي. جدا. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي. بصوا
انا دلوقتي الحشوه الاخرانيه مش عامله لها مقادير، لان هي اي جبنه موجوده عندي خلاص. هاجي اخلط كل الجبن اللي عندي في الثلاجه، اي نوع، هنا هي تشيدر وموتزاريلا وجبنه رومي مبشوره، اي جبنه عندي في الثلاجه اهي، هخلط معاها بقى حبه البركه والسمسم جواها خلاص. واجي اشتغل على الربع الاخراني. انا بديكوا يعني اوبشنز عشان تعملوها اهي. باللي موجود، الموجود عندك هتحطيه فيها بخليط الجبن. وبعدين هقول لكم هنعمل ايه كمان في الاخر، هنعمل لها فكره حلوه بيعملوها هناك وبيبقى شكلها تحفه. هاجي هي طويله القارب ده، فهاجي هعمل ايه؟ هفضي هنا من النص كده، عملنا حفره وحفرتين، ادي حفرتين خلاص. انا عملت حفرتين في العجينه، هحط هنا بيضايه وهنا بيضايه اوكي، وهدهنها. مش هحط بقى لا سمسم ولا حبه البركه، هحط زعتر عشان برضو لو ما عندكيش سمسم او حبه البركه نحط زعتر برضو، دي اوبشنز علشان اهو. ايوه اهي، اجي احط الزعتر، زعتر بقى دقة، زعتر اخضر اللي موجود عندك اهو، ورشة فلفل اسود على البيض بسيط علشان ما يغطيهوش اوكي خلاص. اهي اهو، وبندخلها الفرن تستوي اهو. هناخدها يا احمد على الفرن، طبعا كل المعجنات دي لازم الفرن يكون سخن. وهنيجي نبص على العصير بتاعنا، هنصفيه و نشيل بس ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصفي العصير اهو خلاص، بنزل كل اللي فيه، وهحط دي هنا. لما يبرد هحط له عصير الليمون، مش هحط عصير الليمون دلوقتي، ده هو شايفين الدخان منه مش هحطه، فيتامين سي اللي في عصير الليمون كله هيروح. بعد ما يخلص يبرد هحط عصير الليمون، وانا بقدمه هحط فيه ورق نعناع خلاص. فده دلوقتي هيتحط في كوبايات لما يبرد، مش هو سخن اوكي. نروح لفاصل نرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، عملنا ايه النهارده؟ عملنا وصفات حلوه قوي قوي قوي، عملنا البايده التركي، عملنا العجينه، وعملنا حشوات مختلفه ليها. اول حشوه عملناها اللي هي اللحمه المفرومه، بشويه لحمه مفرومين عندك بتعملي احلى فطيره بايده. هي دي لحمه المفرومه، وادي واحده لحمه مفرومه اهي، شكلها فظيع. بتتقسم بقى، اوريكم نقسمها ازاي علشان التقديم خلاص. هاجي كده اهو، ادي السبانخ، بصوا اهي بالطول كده اهي كده اهو، وبتتقدم كده. وممكن تقطعيها قبل ما تقدميها
وممكن تقطعيها قدام الناس وحاجي بعد كده خلاص اعملها كده. ادي ادي التقطيع بتاعتها وعملنا عصير الكركديه بالنعناع، عملنا اللحمه وعملنا السبانخ وعملنا حشوة الفراخ دي اهي اللي هي الحمرة دي اهي، شايفين بقى البابريكا والطماطم عملوا شغل مع الفراخ وادوا لون احمر حلو ازاي. وعملنا حشوة بالجبن، الجبن الموجودة عندك اهي، وحطينا فيها بيضتين ممكن نجيبها من فوق بقى علشان ايه تبان حلاوتها اهي اهي اهي. ايوه كل قارب شكله احلى من اللي جنبه. إيه وطريقه سهله بسيطه ما بتكلفش كتير، والحشوه بتاعتها باقل الامكانيات. احنا قلنا شويه اللحمه المفرومين عملوا لنا فطرتين، الزبانخ نفس الكلام، فنحاول ناخد الحاجه اللي تناسبنا. العجينه زي ما قلت لك ممكن تلغي السمنه وتخليها بزيت بس، وممكن كمان تحطي اي حشوه انت عايزاها، يعني عندك كوسه اي حاجه ممكن تتعمل في الحشوات. عملنا عصير الكركديه بالنعناع والليمون فظيع وجميل، وبتزوقيه بشويه ورق نعناع في الاخر كده تحفه، بيبقى شكله حلو قوي. وايه تاني في حاجه نلحق نقولها؟ البيتزا 3 كوبايات دقيق، بتاخد معلقه خميره فوريه ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه صغيره ملح او اقل من معلقه صغيره، بعجنها بشويه ميه دافيه، تتعجن كويس جدا لغايه لما تتكور معاكي، وبعد ما تتكور 5 دقائق على الاقل عجن بعدها علشان تطلع العجينه مرتاحه وحلوه ومقرمشه وطريه من جوه. وبعد كده هو بتسيبيها تخمر لغايه لما تتضاعف في الحجم، بتفرديها في الصواني وبتشكشكيها بالشوكه وبتدخليها الفرن 7-8 دقائق تبقى نص سوا، بتطلعيها بتحطي عليها الصلصه بتاعتك اللي انت عايزاها، ممكن تحطي معلقه صلصه طماطم مع معلقتين كاتشب وشويه زعتر، بتطلع احلى صلصه بيتزا واسهل صلصه بيتزا. تحطي الخضار اللي انت عايزاه والجبنه عليها على الوش وتدخليها الفرن تاني لغايه لما الجبنه تسيح، وبالهنا والشفا. إيه لو في اسئله تانية هحاول اجاوبها لكم بكره ان شاء الله عشان ما انساش حد. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير، اشوفكم على خير.